بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ نتكلم مع بعض عن التروما اوف اير واي. أول حاجة هنتكلم عنها في التروما اوف اير واي هي التروما اللي بتحصل في النيزل بون، تمام؟ أما واحد يخبطك مثلا كده في مناخيرك، بيبدأ يحصل لك شوية مشاكل في النوز، ممكن تتكسر، ممكن بس يقتصر الخبطة دي على شوية إديمة وهكذا، تمام؟ فإيه هو سبب الكسر بتاع النيزل بون؟ اللي هو السبب الفراكشر اوف نيزال بون. ممكن يكون سبب الكسر ده حادثه شديده، او انت بتلعب بوكس فواحد خبطك خبطه شديده جدا في مناخيرك، او واحد تعدى عليك، حاجه اسمها البيرسونال اسولت، تمام؟ والحوار ده بيبقى اكتر في الشباب عن البنات، لان الشباب هم اللي بيبقوا عرضه اكتر للخناقات، وكمان الشباب بتلاقي المناخير بتاعتهم طالعه لقدام شويه، فبتبقى اسهل للكسر، تمام؟ وطب برضو في الموضوع ده مشهور في الادلت الكبار عن التشيلدرن لكذا سبب، اولهم سبب الدارك كده على المصاطب، تمام؟ اللي هو الاطفال الصغيره يعني نادرا ما بتعور بعضها وتخبط بعضها جامد او خبطه جامده لدرجه ان هي يعوروا بعض، يكسروا مناخير بعض، تمام؟ وكمان يعني الاطفال فرصه الاصابه بتاعتهم بالفراكشر والكسر ده بتبقى قليله، لان الفراكشر ده بيحصل في البون، تمام؟ والسكيلتون بتاعهم بيبقى اصلا اغلبه كارتليج لسه، يعني الكسر بتاعه بيبقى مش سهل، تمام؟ وكمان ان البري اوستيوم ده عباره عن غشاء كده بيبقى محيط بالعظم، ده بيبقى تخين جدا، فالكسر بتاعه بيبقى صعب، فكل التروما بتبقى متركزه تحت البري اوستيوم ده، والاصابه تحت البري اوستيوم بتبقى اصابه خفيفه جدا ما لا تلاحظ يعني، تمام؟ وده كان بالنسبه للاسباب اللي بتخلي المناخير بتاع او النوز بتاع الادلت بتتكسر اكتر من النوز بتاع التشيلدرن، تمام؟ ايه هي بقى الكلينيكال بيكتشر؟ لو عيان حصل عنده كسر في النيزل بون، بيجي لك العيان ده شكله عامل ازاي؟ ممكن العيان ده يجي لك عنده نيزل اوبستراكشن، البون ده يعني عامل اوبستراكشن جوه، او البون ده مسبب لك مجرح في بلاد فيسلز، فعامل لك تجمع دموي في صوره هيماتوما، الهيماتوما دي عملت اوبستراكشن، او في ساينز اوف انفلاميشن عملت لك اديما في المكان، تمام؟ او العيان ده تلاقي عنده ابيستاكسس، يعني عمال بينزل دم من الفتحه الاماميه للنوز بسبب حصول انجري في الميوكاس ميمبرين، او شكل المناخير بتاع العيان ده طبعا هيبقى حصل فيها ديفورميتي نتيجه التكسير بتاع البون، شكلها مش هيبقى مكون كويس نتيجه للانفلاميشن والتروما اللي موجوده في المكان ده، فتلاقي العيان ده عنده سويلنج، تيجي تضغط على مناخيره تلاقي بتوجعه جدا، عنده تندرنس، تمام؟ وعنده حاجتين مهمين جدا، حاجه اسمها ايكيموزس وحاجه اسمها كريبيتاس. ايه هو الايكيموزس؟ الايكيموزس ده شفت الكدمه اللي انت بتشوفها لما بتتعرض حد بيخبطك مثلا، بتلاقي كده منطقه زرقاء في جسمك، دي بنسميها بروز، او بيطلق عليها لفظ ايكيموزس، كدمه كده بتبقى نتيجه ان البلاد فيسلز ربشرت، تمام؟ والكريبتس ده عباره عن صوت كده بتسمعه، صوت طرقعه كده كأن حاجه متفتته تحت ايدك، تمام؟ ده غالبا بتسمعه ما بيبقى فيه بون متكسر، تمام؟ تيجي تحط تضغط على البون كده تسمع صوت طرقعه، اسم الصوت ده اسمه كريبتس، تمام؟ الحاجات ديت الاصوات ديت اللي بتحصل في البون انت تاخدها بالتفصيل في اللوكو يعني. بتعمل ايه للعيان ده؟ اول حاجه عندك بتاخد العيان ده بتقول له اعمل لي اشعه، تبدا تشوف ايه البون اللي متكسر، وتبدا بقى تعالج الديفكت ده، تمام؟ تبدا تعمل شويه تحاليل عشان تستبعد اصابه العين، او مثلا امتداد الفراكشر ناحيه البون اللي حوالين البرين، او البرين ممكن يكون اتاثر، فتبدا تعمل شويه تحاليل عشان تطمن على العيان ده. بتتحكم ازاي في الموضوع ده، او بتعالج ازاي العيان؟ اول حاجه بتعمل عمليه اسمها عمليه ريدكشن، عمليه ريدكشن اللي هو انت بيقول لك ايه، برد العظم تاني، دي اسمها عمليه ريدكشن، بيبدا يرد العظم لمكانه، تمام؟ طبعا العمليه دي بتتعمل تحت تخدير، ما بتردش العظم كده من غير ما تخدر العيان، تمام؟ لان بيبقى فيه وجع شديد شويه وانت بترد العظم، وفي ناس بترد والله عظم خلوعات وكسر من غير اي مخدر عادي يعني، تمام؟ بقى الباقي جامد قوي. والعيان ده بيكون عنده شويه ساين اوف انفلاميشن، سواء اديما او سويلنج او شويه كونجيشن او اي ساين من ساينز الانفلاميشن، بتبدا تديله انتي انفلاماتوري دراج لمده اسبوع عشان تقلل التضخم اللي عنده والاديما ديت، عشان تقلل من الاعراض بتاعت العيان ده شويه، تمام؟ العيان ده برضو بيكون عنده ابيستاكسس، فبتركب له حاجه، بتقعده كده على حاجه اسمها نيزل باك، جاي شاش كده عشان يوقف الابيستاكسس، تمام؟ وبتركب برضو قناع كده بنسميه سبلنت، القناع ده بيقعد حوالي 21 يوم، تمام؟ وده بيثبت النيزل بون، وده بنشوفه عند اغلب لاعبين الكوره، تلاقيهم ما حصلهم فراكشر مثلا في نيزل بون ولا حاجه، تلاقيهم مركب قناع وكده وبيلعب عادي، تمام؟ اخر حاجه عندك ودي احسن حاجه، بعد 6 شهور العيان ده بتبدا تعمله عمليه اسمها سيبتوم راينوبلاستي، دي عمليه جراحه تجميليه كده، بتخش تبدا تظبط بقى الترتيب العظم بتاع النوز والكارتريج، وتبدا تعمل له عمليه تجميليه تحسن له من شكل وشه، تمام؟ ده كان بالنسبه لي التروما اللي بتحصل في الاير واي، اول حاجه عندنا من مجرى الاير واي كان النوز. هنخش بعد كده عن الاصابات اللي بتحصل في اللارينجز، وده واحد برضو من المناطق اللي بتعدي عليها الهواء، تمام؟
ايه هي بقى الاسباب اللي بتؤدي لحدوث اصابات في اللارينكس؟ الاسباب بسيطه خالص، في اسباب بتبقى اكسترنال واسباب بتبقى انترنال. ايه هي الاكسترنال وايه هي الانترنال؟ الاكسترنال بتنقسم لنوعين، نوع اوبن ونوع كلوزد. الكلوزد ده اسمه كلوزد لان هو ما بيبقاش فيه ترطش الدم كتير زي ما بنسميها كده باللغه الدارجه، تمام؟ وبعد تاني ما بيبقاش فيه ايه تدبيح وكده، زي مثلا لو خنق واحد، خنق واحد تمام، قفل له الاير واي، عمل له اوبستراكشن في الاير واي وخنقه ومات من غير ما يعص ايده بالدم زي ما بيقولوا، تمام؟ واحد شنق واحد كده، واحد خبط واحد بعربيه، تمام؟ كل ديت اكسترنال تروما ما ادتش ايه لفتح جروح، زي مثلا الاوبن تروما. الاوبن تروما بيبقى فيها فتح جامد في الجروح، بتلاقي واحد مثلا جايب سكينه وقطع رقبه واحد، ده فتحه تماما، تمام؟ او ضربه بالنار، تمام؟ او ستاب وون زي ما انت واخد في الشرعي، تمام؟ دي كلها حاجات انت واخدها في الشرعي بالتفصيل. الانترنال تروما دي بتبقى نتيجه مثلا مواد كاويه، واحد بلع ماده كاويه مثلا، او فوريان بادي. الفوريان بادي ده كان حد جدا بيبدأ يجرح في اللارينكس، تمام؟ او اثناء عملية جراحية، واحد دكتور السكيلز بتاعته قليلة جدا فجرح اللارينكس اثناء العملية الجراحية. التروما دي كلها ممكن يعني تعمل لك شوية حاجات، ممكن مثلا تيجي في الكارتليج اللي في اللارينكس، تمام؟ وتعمل لك فراكشر للكارتليج ده، تأثر على الميوكوزا، تعمل فيها شوية لاسريشن قطوع، شوية يعني قطع كده في الميوكوزا بتاع اللارينكس، تمام؟ يصيب الصاب ميوكوزا، يعمل لك هيموريدج ونزيف شديد شوية، الممبرين الموجود في اللارينكس يفرقع، يحصل له رابشر. وممكن يعمل لك حاجة اسمها سيرجيكال انفيزيما، أو ليها اسم تاني اسمها سب كوتينيوس انفيزيما، دي عبارة عن شوية هواء بيبقوا متجمعين تحت الجلد، تمام؟ أو ممكن لا قدر الله تصيب واحد من الجريت فيسلز، تمام؟ اورطه مثلا، وتعمل لك نزيف شديد جدا جدا في الدم، وتدخلك فيه شوك، ولازم تتدخل تدخل وقتي في الحالات دي. عشان كده التريتمنت احنا بنسميه ايرجنت تريتمنت، تدخل في الحال. ليه؟ لان العيان ده عندوش هواء، اير اوبستراكشن، خلاص اير واي اوبستراكشن، العيان ده مش قادر يتنفس، تمام؟ فلازم في الحال بتتدخل وبتعمل حاجه اسمها ايرجنت تراكيستومي. يعني ايه تراكيستومي؟ يعني انت بتركب عند في النك بتاع العيان كده تيوب بتوصلها بالتراكيه عشان تساعد في عمليه التنفس. العيان ده بيبقى عنده نتيجه الهيموريدج المصاب بيه ده، بيبقى عنده شوك، تمام؟ الشوك دي بتبدا انت تتحكم فيها عن طريق ميجرمنت معروفه كده، انت بتبدا تدي سوائل للعيان فلويد عشان فقدان السوائل الشديد اللي كان عنده ده في حالات الهيموريدج، وبتبدا تعمل له تدي له ادويه فازو كونستريكتور، تمام؟ بتبدا تدي برضو العيان ده انتي بايوتيك عشان المضادات، عشان البكتيريا ممكن يحصل له سكندري انفكشن بعد التروما دي على طول، ودي حاله مشهوره جدا جدا ان العيان يحصل له سكندري انفكشن، فانت بتدي انتيبيوتيك في اغلب الحالات اصلا، فانت اي حاجه اصلا بتعطل فيها بتدي فيها انتيبيوتيك، تمام؟ وده كان بالنسبه للانجريز اللي بتحصل في اللارنكس. نخش بعد كده على فورين بودي اما بيتحشر جوه النوز. خدنا قبل كده الفورين بودي ده اما بيتحشر جوه الاير، وقلنا ان اشهر ناس بيحصل عندهم ان الفوريان بادي يتحشر في الاير او في النوز هم الاطفال او الناس اللي هم عندهم تاخر عقلي، تمام؟ لان هم اي حاجه ممكن يحطوها في ودنهم يحطوها في مناخيرهم. قلنا انواع الفوريان بادي ممكن تكون انيميت فوريان بادي، يعني حيواني، زي مثلا ممكن دبانه، ناموسه، اي حاجه مصدر، اي حاجه تصنف حيوانيه يعني، تمام؟ تخش جوه او لارفا بتاعت اي موسكيتو او اي حشره، تمام؟ اللي اسمها مايزيس ديت، تخش تقعد جوه مناخيرك او جوه ودنك على اي حال، اي فتحه يعني من الاثنين. ده كان بالنسبه للانيميت، او ان انيميت ده مصدر غير حيواني. قلنا مثلا ممكن يحط فيجيتابل في مناخيره، ممكن تكون نون فيجيتابل، حته حديده مثلا، الاستيكه قلم، وهكذا. الكلينيكال بيكتشر بتاع الفوريان بادي نوز ديت، لو عيان العيان اللي بيكون حشر حاجه في مناخيره ده بيجي لك شكله عامل ازاي؟ اول حاجه عندك ممكن انت تكتشف الفوريان بادي ده سريعا، وده في حاله ان الطفل كان واعي شويه وقال لوالده او والدته ده انا في حاجه دخلتها جوه مناخيري، فمامته لو ما عرفتش تطلعها بتجيب الطفل ده للدكتور وتقول له ده في فوريان بادي داخل الساعه كذا، محتاجين ان احنا نشيله. ديت بتبقى حاله كويسه جدا جدا وما بتعملش اي كوميونيكيشن، ممكن ما حدش يلاحظ اي حاجه، ولا الطفل يقول، ولا الاب ولا الام يلاحظوا، ولكن بعد مرور بعض الوقت تلاقي ان العيان ده بدا ينزل عنده رشح كده بيرولانت مليان ببص، تمام؟ الرشح ده بيبقى يونيلاترال من المكان اللي مشهور في الفوريان بادي، تمام؟ بيبقى ريحته سيئة جدا جدا بسبب وجود الفوريان بادي ده، تمام؟ وممكن يكون كمان الرشح ده بيحتوي على بلد، في دم نتيجه للتجريح في الميوكوزا والساب ميوكوزا بتاعه النوز. ازاي بتتعامل مع العيان ده؟ انت اول حاجه عندك بتبدا تشيل الفوريان بادي ده على طول. اول حاجه عندك بتجيب اضاءه كويسه وتثبت راس العيان وتجيب هوك وتقوم جاي شايل على طول الفوريان بادي ده. ده في الحاله دي ما بتستخدمش انستيزيا. طب امتى استخدم انستيزيا مع العيان ده؟ لو انت لقيت عيان الفوريان بادي بتاعه محشور جامد جدا، والفوريان بادي ده معاه حاجه اسمها جرانيوليشن، يعني الفوريان بادي اتكون حواليه
جرانيولار تيشو ده من حواليه فايبروزس في العينين، ان هم نيجلكتد يعني اهملوا الفوريان بادي خالص لدرجه ان هو لزق في التيشو اللي حواليه. فلو شلت الفوريان باد ده من مكانه هيعمل بين شديد جدا جدا، وهيبقى يعمل شويه بليدنج. فهنا لازم تدي اناستيزيا وتبدا تشيل الفوريان بادي ده. او لقيت العيان ده انكوبراتيف، يعني العيان ده مش عارف تتحكم فيه ومش متعاون خالص معاك، خدره وقوم جاي يطلع منه الفوريان بادي. او عندك حاجه اسمها بوستيرور فوريان بادي، ان الفوريان بادي ده موجود في البوستيرور من النوز، فانت صعب انت تطلعه من غير انستيزيا. تمام، ده كان بالنسبه في الفوريان بادي اللي موجود في النوز. ندخل مع بعض على اخر حاجه عندنا، وهي حاجه اسمها الفوريان بادي انهاليشن، اللي هو استنشاق الفوريان بادي، اللي هو بقى يخش ناحيه ايه، ناحيه التراكيه والبرونكاي اللي هو واللنج والكلام ده كله، ده اسمه استنشاق. تمام، اللي هو انهاليشن. ايه هي الانواع بتاعه الفوريان بادي ده، او ايه هي الاسبابها، ومشهوره فين؟ طبعا زيها زي غيرها، هي بتبقى مشهوره طبعا في الاطفال، واشهر حالات بتيجي المستشفيات هي الحالات اللي يقول لك ايه، شخص كان عمال ياكل وهو بياكل عمال يضحك ويتكلم، وقعت في زوره حته اكل مثلا، عملت له اوبستراكشن في منطقه معينه، بدا يكح وبدا يشرق وهكذا. تمام، اشهر فوريان بادي بتتحشر اثناء الاكل بتبقى البذره بتاعه البطيخ او البسله او السل بتاع السمك. تمام، وكذلك البنات اللي بتقعد برضو تحط الدبوس في بقها وهي بتعمل الطرحة، ممكن الدبوس ده يقع ويعمل لك مشاكل لعدم التراكية وينحشر او يقعد في اللارينجز او يعدي على البرونكاي ويعمل لك مشاكل كبيره جدا جدا. فالله يسترك انت وهي ما تيجي تعمل الطرحه، ما مش ملهاش لازمه نحط الدبوس في بقنا، يعني نحطه قدامنا ما فيش اي مشاكل خالص. تمام، ندخل مع بعض عن تاني حاجه اسمها الفيت اوف فوريان بادي انهاليشن. ايه هو الفيت اوف فوريان بادي انهاليشن؟ معناها حاجه اسمها مصير الفوريان بادي ده ايه. لو فوريان بادي داخل جسمك، جسمك هيتعامل معاه ازاي؟ من حكمه ربنا بينا ان ربنا خلقنا حاجه اسمها كاف ريفلكس، ده بروتكتيف ريفلكس موجود في الجسم. لو فوريان بادي داخل جسمك بيبدا يحصل كافنج، بتبدا تكح الفوريان بادي ده لبره. تمام، والفوريان بادي ده ممكن يدخل ينحشر في اللارينكس، يبقى نسميه اللارينجيال فوريان بادي، او يعدي اللارينكس او يعدي من خلال التراكيه ويروح البرونكاي فينحشر في البرونكيال تري. تمام، بنسميه برونكيال فوريان بادي. تمام، ايه هي الكلينيكال بيكتشر؟ العيان ده يجي لك شكله عامل ازاي؟ على حسب، لو الفوريان بادي ده موجود في اللارينكس، اللارينكس دي منطقه حساسه جدا جدا جدا، بيحصل فيها سبازم قوي جدا، ويبدا اول لما بيجي فوريان قوي في فوريان بادي في المنطقه ديت بيبدا يحصل سبازم. تمام، يبدا العيان يكح ويحس ان هو بيشرق. تمام، وبيحصل له حاجه اسمها سترايدور، انت خدتها قبل كده، اللي هو صوت النفس بتاعه بيبقى صعب ومزعج جدا جدا بسبب البارشال اوبستراكشن اللي بيبقى موجود في منطقه اللارنكس. بيبقى عنده حاجه اسمها الساينوزس، العيان بيبقى جسمه مزرق نتيجه لنقص البريسنج، اللي مش عارف ياخد نفسه كويس، عمال يكح كويس، الاكسجين مش واصل لجسمه بشكل كويس، فتلاقي العيان ده جسمه مزرق، حاجه اسمها الساينوزس. تمام، ولو كان الفوريان بادي ده كبير يعني لدرجه ان هو يعمل اوبستراكشن، هيسد اللارنكس خالص وهتموت في ثانيه. تمام، ربنا عافينا من هذه المشاكل. تمام، ممكن يوصل الفوريان بادي ده يروح للبرونكاي، بنسميه برونكيال فوريان بادي. بص يا حبيب قلبي، الاشهر عندك اتنين برونكاي، واحده ناحيه الرايت وواحده ناحيه الليفت. الاشهر هي ناحيه الرايت، لان ناحيه الرايت بتبقى واسعه شويه. تمام، وبتبقى مايله اكتر، ففرصه ان الفوريان بادي يخش فيها بتبقى اكبر. تمام، الكلينيكال بيكتشر لعيان عنده برونكيال فوريان بادي بتنقسم لثلاث حالات. اول مرحله بنسميها انيشال ستيج، وبعد كده الليتنت ستيج، وبعد كده المانيفست ستيج. اول مرحله اللي هي الانيشال ستيج، الفوريان بادي بيبقى لسه ماشي خلال اللارينكس. تمام، فبيعمل طبعا اللارينكس بيعمل لارينجال سبازم، يبقى يعمل لك كف، تبدا تكح، ويعمل لك حاجه اسمها ديزنيا، ودي معناها شورتنج في البريثنج، مش عارف تاخد نفسك بشكل كويس، عمال كل شويه حاسس انك بتشرق، شوكينج. تمام، وبعد كده بيمر بمرحله ليتنت، مرحله خمول، العيان مش حاسس فيها باي حاجه خالص، يعني العيان حاسس ان هو مش عنده اي حاجه. المرحله ديت خلي بالك من كلمه اللي هو بيقول لك انها شورتر مع الفيجيتابل فوريان بادي، يعني المرحله دي بتبقى قصيره جدا في حالات الفوريان بادي ده لو كان فيجيتابل. ليه؟ لان الفيجيتابل فوريان بادي ده بتعمل لك الرجيك رياكشن وسرعان ما تديك اعراض. تمام، يعني نادرا ما العيان بيقعد من غير اعراض في حالات الفيجيتابل فوريان بادي. تمام، ثالث مرحله عن اعراض، مرحله المانيفستيشن، ودي فيها حته فهم كده. المانيفست ستيج فيها حالتين اثنين، حاله اسمها كومبليت اوبستراكشن وحاله اسمها بارشال اوبستراكشن. لو الفوريان بادي ده كان كبير وعمل كومبليت اوبستراكشن، سد الهواء خالص، مفيش هواء رايح لللنج، فايه اللي بيحصل؟ اللنج هتاخدها في الريسبيراتوري الحته دي، بيحصل لها حاجه اسمها اتيليكتيزس. ايه هو الاتيليكتيزس؟ اللنج بيبقى فيها جواها هواء، الهواء ده بيبدا يحصل له امتصاص، يحصل له عمليه ابزوربشن، فالهواء اللي جوه اللنج يمتص كله، فاللنج يحصل لها ايه؟ تنكمش، بيحصل لها عمليه كولابس. فما اللنج تنكمش بتسيب مساحه فاضيه. تمام، يعني كانت شاغله مساحه كبيره وبعدين كده حصل لها كولابس. انت عارف ان اللنج دي في منطقه الميدياستاينم. تمام، فاما اللنج يحصل لها كولابس، الاورجنز او الاعضاء اللي موجوده في ميدياستاينم بيحصل لها شيفت ناحيه المساحه الفاضيه اللي وفرتها اللنج،
كولابس دي. فعشان كده بيقول لك ان هي بيحصل لها كولابس وذ ميديا سباينال شيفت تو ذا سيم سايد. تمام. تاني حاجه عندنا اسمها بارشال اوبستراكشن. بارشال اوبستراكشن دي معناها ان الهواء لسه بيدخل، تمام، بيدخل الهواء بس خروجه صعب. فانت عندك كيس بيدخل منه الهواء وما بيطلعش منه الهواء، ايه اللي بيحصل للكيس ده؟ تلاقي الكيس ده بدأ ينتفخ، تمام، فبيحصل حاجه اسمها امفيزيما. امفيزيما دي عباره عن الالفيولاي بتاعه اللنج بتبدا تتملأ بالهواء وتبدا تكبر في الحجم، اما الالفيولاي تبدا تكبر في الحجم واللنج تبدا تكبر في الحجم فتشغل مساحه اكبر، فتبدا تضغط على الميدياستاينم وتزقه الناحيه الثانيه فتعمل له شيفتنج تو ذا اذر سايد. تمام. وده كان بالنسبه للمانيفست ستيج. عندك ملاحظتين بسيط كده لازم تعرفهم، ان الفيجيتابل فوريان بودي ده بيعمل لك اريتيشن جامد جدا جدا في الميكوزا، لان هو بيسبب لك اليرجيك رياكشن فظيعه، تلاقي في عندك انفلاميشن واديما كونجيشن وسويلنج وريتيشن في منطقه الميكوزا. اما النون فيجيتابل فوريان بودي ده اصلا ما بيعملكش اي اعراض وبيبقى خفيف جدا، الا في وغالبا بتكحه اصلا الا في حاله واحده بس، لو النون فيجيتابل فوريان بودي ده عمل لك اوبستراكشن. لو عمل لك اوبستراكشن هي بتبدا هنا بقى تحصل المشاكل. تمام. نخش مع بعد كده على حاجه اسمها الدايجنوزيس. بتشخص ازاي العيان ده؟ بتبدا تاخد هيستوري من العيان، تقول له العيان بيجي اصلا يقول لك انا كنت قاعد باكل، مره واحده قعدنا نضحك ونهزر لقيت نفسي ايه شرقت وعمال بكح ومش قادر، ف حسيت ان حاجه اتحشرت جوايا وكل شويه اكح اكح اكح. تمام. تدي له دواء، مع مرور الوقت العيان بياخد دواء برضو تلاقي عنده بيقول لي ان الشيست بتاعي او اللنج حاسس ان هي تعباني، النفس تعبني، كل شويه العيان يجي لك ده عنده انفكشن في اللنج، عنده حاجه اسمها نيومونيا، عنده انفكشن في البرونكاي، عنده حاجه اسمها برونكايتس متكرره وما بتتحلش، لازم تبدا تشوف هل في فوريان بادي هنا ولا لا. تمام. تبدا تعمل له اكس راي على الشيست. تمام. تبدا تشوف هل الفوريان بادي ده لو بيبان، لو هو راديو اوبيك بيبان لك لونه ابيض كده في الاكس راي. تمام. او لو هو مش راديو اوبيك ممكن يعمل لك تعرفه يعني من خلال الكومبليكيشن اللي بتحصل من خلاله اللي هي الامفيزيما، تلاقي اللنج كبيره جدا جدا في الاكس راي او اتليكتيزس لنج كولابسد. وده كان بالنسبه لي الدايجنوزس. نخش مع بعض على التريتمنت على حسب برضو الفوريان بودي ده كان فين. لو هو في منطقه اللارينجز بتعمل حاجه اسمها فيرست ايد ميجرمنت. ايه هو الفيرست ايد هنا؟ بتبدا تخبطه على ظهره، شفت لما بنشوف اهلنا بيخبط لك على ظهره كده ما تشرق، ايوه انت بتعمل تبدا تخبط له على ظهره كده. تمام. عشان اضغط على القفص الصدري فالهواء يزق الفوريان بادي لبره، او تخش بمنظار وتشيل الفوريان بادي ده من خلال اللارينكس. لو هو طبعا في اللارينكس تخش في حاجه اسمها لارينجوسكوبيك ريموفال، ان انت تشيله من خلال تخش بمنظار خلال اللارينكس وتشيله، يعني تشيل الفوريان بادي طبعا بتكون مخدر العيان. تمام. وانا حضرت عمليه زي دي قبل كده برضه. نخش في نادرا خالص بتعمل له ان انت تفتح فتحه، بتعمل حاجه اسمها لارنجو فيشر. لو الفوريان بادي ده كبير جدا جدا بتبقى بتفتح فتحه عشان تشيله. تمام. اما هو في البرونكاي بتخش برضو من خلال منظار وتشيل الفوريان بادي ده من البرونكاي، وطبعا بتقوم مخدر العيان. وبكده خلاص نكون انتهينا من التروما اللي بتحصل في الاير واي، يبقى لنا درس واحد بس هو درس الابستاكسز. اتمنى يكون شرح عجبكم، ولو في اي حاجه تقدروا تتواصلوا معانا.